توتر كبير شهدته اليوم سياحة رياض الصلح وسط مدينة بيروت بعد ما انقسم المتظاهرين لقسمين، قسم عم بينادي كلن يعني كلن وعم بيسمي بالاسماء كل الشخصيات اللي اعتبروها فاسدة، وقسم تاني رافض ينذكر اسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من ضمن الهاتفات، وتطور التوتر لمشكل وتضارب بالايدين وقع بعض الجرحى، بوقت عم بتكون قوة مكافحة الشغب بقوى الامن الداخلي هي الفاصل الامني بين الطرفين. بعد ما كان السيد عم يدافع عن شرفهم وعن عرضهم وعن نسوانهم كانوا كلهم قاعدين بالبيوت عم بسبوا السيد، سيد اشرف منهم كلهم. نحن من اول يوم هون، بس هلا صارت تسيست جعجع، طلع من الحكم صار ما له خصه فيها، وهو اساس الحكم واساس الفساد. البلد ما بيهمنا انه والله تقدم استقالتها الحكومه، لا، نحن بدنا اصلاح، نحن بدنا يتحاسبوا الفاسدين ويرفعوا الغطاء، يرفعوا الغطاء عن السياسيين ويتحاكموا، هيدي هي اللي بدنا اياها. نحن اذا البلد راح لفراغ ما منيح، لكل الطوائف وكل الطوائف جوعانين، بس بتناشد كل العالم وكل الطوائف بلا شتائم بلا مسبات، اللي بده حقه مش بهيدي الطريقه بياخذها. عم بيقولوا حضرتهم انه سمعت السيد، يا خي انا مش منظم، انا ما قصدي، بس الله ما شاف للعبد، سمعت السيد ما عنده طائفيه، لو عنده طائفيه ما بيدافع وبيقدم ابنه شهيد. لازم نحن نحترم هيدا الشيء ونقدر هيدا الشيء، ما بيصير. طيب شكرا لك، وصلت رسالتك. هن عم يطالبوا باستقاله الحكومه، ما هي بساعه السلامه مش ماشي الحكومه، كيف استقاله الحكومه؟ شو اللي بدك اياه؟ بتروح البلد شو اللي بدك اياه؟ يا خي رئيس الجمهوريه اليوم حكى وراح يحاسب الكل وراح يشيل الغطاء عن الكل. يعني بنتاسف مشاهدينا لما تكون مظاهره ثوره شعبيه كلها مفروض انه عم بتنادي بانعاش وضع اقتصادي معين عم بيعاني منه كل اللبنانيين. يفترض نشوف ساحه مقسومه لقسمين هو شعب واحد. كنتي وقت صار المشكل، شو اللي صار بالضبط؟ بدنا تخبرينا شوي تفاصيل. اخواتنا بالوطن يلي بنعتبرهم اخواتنا بالوطن اجوا واعتدوا على المظاهرين السلميين. شو هي الحجه؟ انه نحن نقوم بشتم السيد حسن نصر الله، وهيدا الشيء ما صار. اعتدوا على فتاه وعلى شاب، كسروا له من هون، كسروا له راسه من هون وصار يشلي منه الدم شلي. نحن ما عنا مشكل بوجودهم، لبنان للكل، بس نحن عنا مشكله وحده بس ببلطجيتهم، ونحن اقوى منهم كلهم، الشعب كله تعب من الكل الموجودين يلي بالسلطه. تمام، شكرا شكرا لك. حضرتك انت واقف هون توصلت المشكلة. نعم. اوكي، بدك تخبرنا شو اللي صار بالضبط؟ هلا عم بيصير في شتايم لرموز معينه يمكن بعض الاشخاص ما بيقدروا يمسوا فيها؟ قال هن معنا. ايه صحيح، صار هذا الشيء. هن تعرضوا علينا، نحن مظاهرة سلمية مثل ما انك شايف. بأي طريقة تعرضوا علينا؟ هن ما تعرضوا علينا، قال نحن معكم وجعكم وجعنا، بس نحن ما حدا يجيب كلمة السيد حسن. طب ما السيد حسن من هالدولة، مزبوط ولا لا؟ نحن بنحترمه للسيد حسن، بس خلص كفاها، جعنا نحن، ما بعد فينا نتحمل، علينا ديون، علينا قروض، علينا، ما حدا عم يطعمينا، هلا جمعتين قاعدين بالبيت ما حدا عم يطعمينا. نحن نازلين ايد وحدة، ما بدنا نسب لا سياسي ولا رجل دين. نحن نازلين كرمال نصلح وضعنا، ما بدنا حدا يشوه لنا هيدي الثورة، هاي الثورة معروفة شو مطالبها، معروفة انها رح تتحقق. بدي اقول انه كلهم يعني كلهم، كل الحكمة فاسدين ومجرمين وكلهم عم يسرقوا، ما في ولا اكسبشن، اوكي؟ هيدا اهم شيء يعرفوه العالم، ما في حدا الله وما في حدا فوق القانون وما في حدا ما ارتكب اخطاء، وكلهم لازم يتحاسبوا. اذا مشاهدينا عم نشوف في نقطة ثانية موجود فيها فاصل لفرقة مكافحة الشغب من القوى الأمنية ومجموعة من الشباب واقفة وراها، رح نجرب نشوف مين هي هيدي الشباب، شو هي هيدي المجموعة. عم نشوف في فاصل أمني واقف حتى ما تفوتوا، شو اللي عم بيصير بالضبط؟ بدنا تخبرنا. يعني نحن جينا هون نزلنا مأيدين للحكومة، لأنه نحن بهيدي الحكومة بورة الإصلاحات اللي قاموا فيها واللي وعدونا أنه ينزلوا العجز لحدود 6.6%، يا أخي خلينا نعطيهم فرصة نحن ويشتغلوا على الأساس. ولكن نحن هون الأمنيين يمكن ما بدناش يصير في تصادم، معتقدين أنه حيصير في تصادم، بس نحن مظاهرة سلمية بنفس المطالب. نحن بدنا العيش المشترك، نحن بدنا نرفع مستوى المعيشة، بدنا نحن المال المنهوب ينسترد، الجميع يوقف قدام المحكمة بشفافية، يتقاضوا،
مين ما كان الشخص، اي شخص ضمن القانون نحن بنقبل انه يتقاضى مهما كان الشخص. شو الملاحظات اللي عندكم اياها تحديدا حتى عم بيصير في هيدا التوتر، عاملين فاصل بين متظاهرين ومتظاهرين؟ يعني احنا شفنا على رياض الصلح في بعض التوترات فاصلين بين المتظاهرين، بدنا بس تخبرونا عندكم يمكن انتم ملاحظات معينه على بعض الامور اللي عم بتصير بالمظاهره، بدنا تخبرنا عنها. نحن نازلين بكل سلميه، نحن مطالبنا نحن اول شيء هدول الفاسدين كلهم اللي بالسلطه، بدنا مصرياتنا، نحن بننعم نعيش، بدنا مصرياتنا، هيدي كل شيء انسرق نحن بدنا اياه، مثل ما في فاسدين مثل ما في كمان طاهرين بالسلطه 100%. هذا الحديث نحن نزلنا على اساس نازلين كل سلميه، بيجوا بيوقفوا لنا بالطريق ليه؟ نحن مش عالم وناس لنظهر نعطي حقوقنا؟ نحن هون شيء اسمه حريه، بدو يسكروا لنا الطريق نحن اكيد حنكون معهم، الجيش خاينا والدرك اخواتنا كمان. طيب هلا عمين حكى انه سبب المشكله اللي صار انه عمين جاب سيره رموز سياسيه معينه او رموز حزبيه معينه، عم يحكوا يمكن انه كلهم يعني كلهم من ضمنهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. بدنا بس نوضح هذا الامر. لا تعبرني، مش كلهم يعني كلهم، اول شيء مش كلهم يعني كلهم، في ناس نظيفه بالدوله، في ناس بالحكومه شريفه ونظيفه، وما بنسمح لاي حدا يمس بكرامه السيد حسن، ما بنسمح، لانه هيدا رمز وطني لكل الشرق الاوسط. بس نحن بدنا كل انسان فاسد بهيدي الحكومه يتحاسب، عال مثل ما الفريق الثاني تحت عنده راي كمان نحن عندنا راي. نحن عم نعطيهم فرصه، نحن عم نعطي فرصه، خليهم يجربوا، يجربوا هالحكومه، يعطوها فرصه 6 أشهر، يعطوها فرصه 3 أشهر، نشوف بيقدروا بالاصلاحات، عملوا شيء للبلد، عملوا شيء للفقير للمعطر، نحن معهم، ما عملوا شيء نحن ضدهم، نحن اول ناس بدنا نسقطهم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.